بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم سوف يكون عنوان الفيديو الخاص بنا هو تفسير رؤيا الكلب في المنام للمتزوجة والعزباء. سوف نعرض عليكم أهم التفسيرات رؤية الكلب في المنام للمرأة، سواء كانت العازبة أو المتزوجة أو الحامل. وسوف تكون بداية التفسيرات مع المرأة العزباء بإذن الله. والمرأة العزباء رؤيتها للكلب في المنام لها تفسيرات متعددة، وبتختلف التفسيرات طبقا للون الكلب الذي كان معها في المنام. وسوف نبتدي الآن. فإذا رأت المرأة العازبة كلبا في المنام وكان لونه أسود، فهذا يدل على وجود شخص خبيث في حياة هذه المرأة أو السيدة، ولكنها لا تعلم بوجوده، أو إن الشخص ده متنكر في هيئة شخص طيب يحبها، ولكنه في الحقيقة يكن لها عكس ذلك تماماً. أما إذا كان الكلب لونه أبيض، فهذا يدل على إنه شخص أمين في حياة هذه المرأة العزباء، وسوف تنشأ بينهم علاقة جيدة، يمكن أن تكون علاقة صداقة أو أخوة، ولكنه لن يتزوج منها أبدا. أما إذا كان لون الكلب أحمر، فهذا يدل إن هذه الفتاة العزباء سوف تقع في خطر كبير، وهذا الخطر سيحاوطها من كل اتجاه. أما إذا كان لون الكلب رمادي، فهذا يدل إن هذه الفتاة سوف تقع في ظلم كبير، أو إنها سوف تتعرض لظلم من قبل شخص ما. أما في حالة رؤية الفتاة العزباء لكلبة في المنام، فهذا يدل إن هناك فتاة ما قريبة منها بترتدي ثوب الصداقة في العلن وثوب الحب، ولكنها في الحقيقة بتعتبر من أشد أعداء الفتاة التي رأت الكلبة في المنام أو في الحلم، والله أعلم. أما بوجه عام، فرؤية الفتاة العزباء للكلاب أو عدد من الكلاب في المنام، فهذا يدل على وجود الحاقدين والحاسدين في حياة هذه الفتاة العزباء، وهؤلاء الحاقدين والحاسدين من الممكن أن يكونوا بيحقدوا على هذه الفتاة بسبب جمال هذه الفتاة أو أموال هذه الفتاة أو حسب هذه الفتاة وعائلتها. أما بالنسبة لرؤية السيدة المتزوجة للكلب في المنام، فهذا يدل على وجود رجل ما يكرهها ويتمنى خراب بيتها ويحقد عليها ويتمنى لها الشر. أما إذا كانت السيدة المتزوجة حامل ورأت الكلب في المنام، فهذا يدل على وجود شخص حاقد وحاسد لها، وهذا الشخص تجمعه بها صلة قرابة، والله أعلم. وإذا رأت السيدة الحامل في المنام كلب صغير لونه أبيض، فهذا يدل بأنها سوف ترزق ولد جيد يعني وصالح ومؤمن، وسوف يكون لها خير سند في الدنيا بعد الله عز وجل. أما إذا رأت في المنام جرو أو كلب صغير أسود اللون، فهذا يدل على إنها سوف ترزق بولد أو طفل عاصي، والله أعلم. وهكذا نكون انتهينا اليوم من تفسير رؤية الكلاب في المنام لابن سيرين للسيدة المتزوجة والعزباء. بنتمنى نكون أفدناكم، ونتمنى تدعمونا بالاشتراك بالقناة للاستمرار ورفع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم.